بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتورة آمنة عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، معالي الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، معالي الدكتور محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات في المملكة المغربية، سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي رئيس اللجنة المنظمة، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة الوكلاء ومدراء المنظمات الإقليمية والدولية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد الترحيب بكم في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري الأول رفيع المستوى لوزراء الزراعة في الدول المنتجة للتمور في شأن إنشاء الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات. والآن ندعو معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة لإلقاء كلمتها، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب المعالي والسعادة، معالي الدكتور محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات بالمملكة المغربية، معالي الدكتور عبد الحكيم الواعر ممثل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، مدراء المنظمات الإقليمية والدولية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد الترحيب بكم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع رفيع المستوى الأول لوزراء الزراعة في الدول المنتجة والمصدرة للتمور. وأود أن أبدأ حديثي بأهمية زراعة وإنتاج التمور التي تمثل ركناً مهماً ليس فقط في أمننا الغذائي عبر التاريخ، وإنما في ثقافتنا وهويتنا في المنطقة، ولما لا خاصة أن تلك التمور تأتي على رأس ثروتنا الزراعية داخل الواحات التي تمثل بدورها حياتنا وحياة أجدادنا. فمنذ فجر التاريخ سعى الإنسان إلى الاستقرار في مناطق وجود المياه، فكانت الواحة هي الأمل والحياة بالنسبة له، وسمحت له بالاستقرار وتكوين مجتمعات وبناء حضارات مزدهرة. ولا زالت آثار هذا الاستقرار واضحة في إرثنا وتاريخنا المعاصر، حيث تتجسد في تقنيات ما زالت تستعمل حتى الآن لجلب المياه إلى الواحات في مناطق صحراوية عرفت منذ القدم بندرة المياه، وبهذه المياه الآتية من العيون مباشرة أو من الأودية الموسمية أو من تحت الأرض عن طريق تقنية الأفلاج، أنشأ الواحيون واحات زراعية تعتمد على الفلاحة المستدامة، واستنبطوا منظومات زراعية لتعزيز الفائدة من المياه والتربة لتحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا كانت شجرة نخيل التمر هي العمود الفقري للواحة، فتم غرس أصناف متعددة من النخيل وأشجار الفاكهة والخضار والأعلاف وغيرها، وهكذا انتعشت الواحات وأصبحت ممراً للقوافل ومقصداً للزوار وفضاءً للتجارة والثقافة، وأصبحت الواحة تمثل نمط حياة قابل للعيش والاستمرار في البيئة الصحراوية في إطار ثقافي واجتماعي واقتصادي إلى اليوم. حضورنا الكريم، يأتي اجتماع اليوم في توقيت مثالي بعد انتهاء مؤتمر الأطراف COP28 الذي كان أكثر مؤتمرات الأطراف شمولاً، حيث كان للأمن الغذائي ونشر تكنولوجيا الزراعة الحديثة والذكية مناخياً في العالم حظاً وافراً خلال هذا المؤتمر. ولم تدخر دولة الإمارات جهداً في جمع العالم والتفافه حول إعلان الإمارات في COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي الذي وقعت عليه 159 دولة.
فقضية الأمن الغذائي وارتباطها بالتغير المناخي أصبحت محركاً للعمل المناخي العالمي وهدفاً للمساهمة في القضاء على الجوع في العالم. وبالطبع فإن نخيل التمر يمثل ركناً مهماً في منظومة أمننا الغذائي، فنخيل التمر يمثل إرثاً هائلاً لنا ولكافة دول المنطقة، ونعمل بالتعاون معكم ومع العالم لإيجاد حلول لتحدياته وفق هذا المسار. لقد أدركت دولة الإمارات الأهمية الاستراتيجية للتراث المعنوي الذي يتمثل بنمط عيش سكان الواحات من الناحية الزراعية والثقافية والاجتماعية، ولم تدخر جهداً في المحافظة عليها، وساهم ذلك في تعزيز الموقع الريادي لواحات نخيل التمر بالإمارات وحصولها على شهادة جياس عام 2015 من منظمة الفاو بصفتها إرثاً زراعياً عالمياً، كما حصلت على تلك الشهادة واحد سيوة بجمهورية مصر العربية في عام 2016 بفضل الجهود التي قامت بها الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي. واليوم وبحكم التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والمناخية التي يشهدها العالم، فإن هذا الإرث الفلاحي والبنك الجيني العالمي والمخزون الثقافي مهدد بالتناقص، وعلينا جميعا أن نوحد الجهود للمحافظة عليه. وننتهز في هذه الفرصة كي نعرب عن شكرنا وتقديرنا لشركائنا في جميع وزارات الزراعة على مستوى المنطقة في الدول المنتجة للتمور وزملائنا في المنظمات الإقليمية والدولية على الجهود الكبيرة التي يبذلونها على مختلف الصعد خلال السنوات الماضية تجاه واحات نخيل التمر. ونحن إذ نعقد الأمل معكم جميعاً على تحقيق أفضل ما يمكننا تحقيقه لتمكين قاطني الواحات لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والتي باتت تطال الجميع ولا تستثني أحداً، حيث لا يوجد دولة بعينها في منأى من تداعيات التغير المناخي حول العالم. وأخيراً وليس آخراً إخوتي وأخواتي، آمل أن يتكلل اجتماعنا هذا بالتوفيق والنجاح، على أن نلتقي بكم إن شاء الله في المملكة المغربية للتوقيع على المبادرة التي سيتم إطلاقها اليوم ومتابعة تأسيس الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات وتنفيذها على أرض الواقع. أشكركم على حضوركم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة على هذه الكلمة. والآن ندعو سعادة الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ليلقي كلمته، فليتفضل مشكوراً. أعتذر عن هذا الخطأ التقني والدبلوماسي، أعتذر، أرجو أن قبول الاعتذار معالي الوزير. ندعو معالي الدكتور محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية في والمياه والغابات في المملكة المغربية لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معالي السيدة وزيرة التغيير المناخي والبيئة، معالي السادة الوزراء، سعادة الوكلاء ورؤساء الوفود، سيدات والسادة ممثلين المنظمات الإقليمية والدولية، حضرات سيدات والسادة كل واحد باسمه وصفته، يطيب لي أن أحضر اليوم هذا اللقاء الرفيع المستوى معربا لكم جميعا أصحاب المعالي وأصحاب السعادة والسيدات والسادة الحاضرين عن تقديرنا لجهودكم وتخصيص حيز من وقتكم الثمين للتداول في موضوع تنمية الواحات
الذي يحظى بأهمية عالية بكل أقطارنا. وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعبارات الشكر والعرفان على ما تقدمه وما قدمته لتنظيم مثل هذه اللقاءات من أجل تطوير تعاون وتثمين وتمتين العلاقات الأخوية والمثمرة بين بلداننا. وعلى المستوى الثنائي يشرفني أن أعرب عن بالغ التقدير والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لما تقوم به من مجهودات للرفع من مستويات التعاون بين بلدينا الشقيقين اللذان تربطهما علاقة أخوية متجذرة في التاريخ أرسى قواعدها المغفور لهما الملك الحسن الثاني والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراهما وأسكنهما فسيح جناته، وجددها وقواها القائدين الهمامين جلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظهم الله ووفقهما وسدد خطاهما. كما أتقدم بالشكر الجزيل لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي لتنظيم هذا اللقاء المهم الذي نتمنى أن يؤسس لتعاون مستمر يرمي إلى تنمية مستدامة بكل أنماط النظم الواحاتية. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدة والسادة، تتميز الواحات التقليدية بمواصفات طبيعية وثقافية وعمرانية تجعل منها نظم متميزة ذات مؤهلات سياحية وقدرات إنتاجية زراعية متنوعة ووفيرة فضلاً عن غنى التنوع البيولوجي النباتي والحيواني. ويتجلى هذا الثراء الاستثنائي للأنواع المزروعة بالواحات في أصناف نخيل التمر المتواجدة إلى جانب أنواع وأصناف الأشجار المثمرة والخضروات والحبوب والأعلاف والنباتات الطبية والعطرية، وكذلك سلالات مختلفة من مختلف الحيوانات، مما يجعل من الواحات موطن لمجموعات متعددة من الأنواع الحيوانية والنباتية ذات الأهمية الكبيرة، وكذلك نظاما بيئيا حيويا متميزا ومتكاملا يؤهله للأنشطة ومنتجات سياحية مهمة وذات جودة وطابع خاص. وبالرغم من أهمية هذه الواحات فإن معظم النظم الواحاتية كمثيلاتها الإيكولوجية الهشة في جميع أنحاء العالم تعاني من إكراهات مختلفة مثل العزلة والملوحة والانجراف الوراثي للأنواع النباتية والحيوانية والجفاف الحاد الذي يؤدي إلى التصحر، وكذا تراجع الغطاء النباتي بما في ذلك نخيل التمر الذي يتكيف بشكل جيد مع الظروف المناخية للواحات والذي يواجه العديد من التحديات. ولهذا أصبح من ضروري إعطاء الأولوية لتكثيف الجهود الرامية إلى إيجاد تدابير وحلول وقائية أكثر فعالية والتي ستمكن الواحات من التكيف مع التحديات التي تواجهها والتغلب على الإكراهات التي تحد من استدامتها. وبالنظر إلى هذه التحديات التي تفاقمت بسبب آثار التغيرات المناخية أصبح من الأهمية بمكان اعتماد نهج تعاوني وتسهيل تبادل الخبرات بين جميع الجهات المعنية في توجيه تدبير الواحات بمختلف البلدان، حيث أن تعقيد هذه التحديات وتداخلها يتطلب نهجا شاملا ومتعدد التخصصات لتحديد الاستراتيجيات إدارة وتدبير متكاملة ومستدامة للواحات. وهذا يستدعي تفكيرا أعمق وأكثر شمولا ليضم مؤسسات وقطاعات وفعاليات متعددة، وذلك ما تم التأكيد عليه في اتفاق باريس لمؤتمر الأطراف كوب 21 سنة 2015، حيث تنص المادة السابعة على وجوب تكتل الأطراف المعنية بالمناطق الهشة من أجل الترافع والدفاع على هذه المناطق، وذلك من أجل الحفاظ عليها والعمل على استدامتها. ومن هذا المنطق تقدمت المملكة المغربية إيماناً منها بما تتطلبه المناطق الواحاتية من جهود مشتركة بين كل الأقطار المعنية بمبادرة الواحات المستدامة خلال فعاليات كوب 22 التي عقدت بالمملكة المغربية في مدينة مراكش
في نوفمبر 2016، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاعتراف بمجال الواحات والحفاظ عليها وتنميتها، فضلاً عن تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. ولهذه الغاية تم اقتراح تشكيل ائتلاف من الجهات المعنية بالواحات مثل الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية، فضلاً عن المجتمع المدني. ومنذ ذلك الحين اتخذت المملكة المغربية إجراءات عديدة لتعزيز هذه المبادرة بين البلدان والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، من خلال تقديم عروض ومشاركات في عدة مناسبات على الصعيدين الوطني والدولي. وفي هذا السياق فقد نظمنا خلال السنة الماضية ندوتين بالمملكة المغربية. الأولى كانت مائدة مستديرة بتاريخ 29 مايو 2023 بورزازات في الجنوب على هامش المؤتمر الدولي للواحات ونخيل التمر، والثانية الورشة العملية العلمية الدولية التي نظمت بالرباط يومي 19 و20 شتنبر 2023، إضافة إلى اللقاء الذي عقد يوم 2 دجنبر مؤخرا على هامش مؤتمر الأطراف كوب 28. هذا المؤتمر الذي نظم بدبي والذي كان موفقا وناجحا بامتياز بشهادة الجميع. أما على الصعيد الوطني فإن المملكة المغربية تولي أهمية كبيرة لتنمية مناطق الواحات تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث تم وبتوجيهات من جلالته إلى إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرغان سنة 2010 كمؤسسة عمومية لكي تسهر على التنمية الشاملة والمستدامة لهذه المناطق الهشة، وذلك إلى جانب كل فعالية الحكومية العاملة بمجال الواحات. وتعتبر تجربة مؤسساتية فريدة لصون وحماية وتعزيز النظم الإيكولوجية الموجودة في الواحات والإشراف على وضع تنمية مستدامة وملائمة لهذه المناطق. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدة والسادة، انطلاقاً من تشخيص وضعية الواحات في كل أنماطها ومن تجارب متراكمة ومن أجل تنفيذ مبادرة الواحات المستدامة، اقترح إعلان مراكش الصادر في 14 نوفمبر 2016 في مؤتمر الأطراف كوب 22، أولاً إنشاء ائتلاف دولي حول مبادرة الواحات المستدامة التي قدمتها المملكة المغربية للبلدان المعنية بمشكلة الواحات تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع الأدوات والوسائل اللازمة لحماية وضمان استدامة هذه المجالات. ثانياً إنشاء هيئة لتنفيذ أهداف مبادرة الواحات المستدامة. ثالثاً توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة. وقد أكدت جميع الندوات العلمية والتواصلية التي تم عقدها على أهمية هذه المبادرة، وكذا التأكيد على إحداث هيئة تنبثق من ائتلاف دولي لوضع الخطط اللازمة لدعم البرامج المؤدية إلى تنزيل أهداف هذه المبادرة. ومن هذا المنطلق وبعد اتصالات تشاورية فإن لقاءنا اليوم يرمي إلى وضع واعتماد تدابير عملية وتنفيذية لإضفاء الطابع المؤسساتي على مبادرة الواحات المستدامة والتدابير التي يتعين اتخاذها لتحقيق أهدافها. ولتحقيق هذه الغاية فإننا ننتظر من هذا الملتقى وضع اللبنات الأولى لدعم مبادرة الواحات المستدامة لدن كل الجهات المعنية، والإعلان إن شاء الله في المعرض الدولي للتمور بأرفود في سبتمبر بالمملكة المغربية عن إحداث هيئة دولية لتدبير مبادرة الواحات المستدامة وتفعيلها قصد الوصول إلى تحقيق أهدافها النبيلة. واسمحوا لي الآن أن نتتبع فيديو حول هذه المبادرة. تفضل. They can be warm like the Sahara, cold as the Asian desert of Gobi, polar in the Arctic and Antarctica.
the Earth's wealth has given birth to many deserts, alongside the taper arid regions, which receive less than 50 millimeters of precipitation per year. There are arid and semi-arid zones. They cover 40% of the surface of our planet and are home to more than 2 billion people. It is in Africa that we find proportionally the most arid land. They cover two-thirds of the continent. In these areas, oases are the richest ecosystems. These islands of greenery in the heart of immense arid expanses are always located in shallow pools of water. These are agro-systems where populations generally practice irrigated agriculture combined with extensive family livestock rearing. But these spaces are exposed to multiple threats. Climate change, the announced temperature rises and decreases in rainfall will primarily affect arid lands. Scarcity of water resources are decreasing due to global warming, but also to their overuse and mismanagement. Desertification is aggravated by the degradation of soils vulnerable to wind and water erosion. Silting constitutes a major danger for infrastructures and agglomerations. These phenomena could threaten the survival of oasis systems organized around agricultural activities, lead to loss of biodiversity, and have dramatic consequences for populations, poverty, food insecurity, migration. Morocco is home to one of the largest oases in the world, whose palm groves cover more than 70,000 hectares. The oases are home to 2 million inhabitants and are home to flora and fauna specific to arid regions. Former relay points on the caravan routes, they are part of the Moroccan identity. But these territories remain fragile. In some oases, silting leads to reductions in plant cover and harms biodiversity. Many protective measures have been put in place. Work to combat silting has been undertaken since the middle of the last century. More than 42,000 hectares of dunes have already been fixed using mechanical and biological barriers, and the roads are protected against silting. A southern Moroccan oasis biosphere reserve was created in 2000, over more than 80,000 square kilometers. Green belts are established around cities in the southern provinces. Endangered animal species like the oryx are being reintroduced. The Green Morocco Plan, the result of the enlightened vision of His Majesty King Mohammed VI, initiated in 2008, has also implemented an ambitious program to plant 3 million date palms by 2020. This objective has been 100% achieved. A further 5 million date palms are planned as part of the Generation Green strategy. And the creation in 2010 of the National Agency of the Development of Oasis Zones and the Argan Tree, ANZOA enabled the launch of a strategy for the sustainable and integrated development of Oasis Zones and the Argan Tree, presented to His Majesty in 2013, constitutes a response to climate change through achievement of several sustainable development goals. During COP22, Morocco presented an initiative on an international scale, the Sustainable Oasis Initiative. Since then, several actions have been undertaken. Under the high patronage of His Majesty King Mohammed VI, Ouessazate has the honor of hosting the first edition of the IOC. Ouessazate is itself at the heart of a region dotted with oases. It has been able to turn its natural environment into opportunities for development, tourism, movie studios, solar energy with Noor, the largest multi-technology solar power plant in the world, space for exchange and dialogue. This initiative will be an opportunity to examine good practices to promote the development of oasis spaces in the world. Although not the only challenge, climate change is a common concern. Arid zones could gain 5 to 8% in Africa by 2080. However, oases have always played a crucial role as a bulwark against desertification. How to preserve them? How to value them? How to develop them? Every country faces these questions. By pooling our know-how and experience, solutions will emerge that encompass environmental, economic, and social dimensions. Because the oases are not the problem, but the solution. Sustainable Oasis Initiative, space where every gesture counts to preserve and develop oasis agro-systems.
شكرا على حسن تتبعكم. شكرا لمعالي الدكتور محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات في المملكة المغربية على هذا العرض الجميل، وشكرا لسعة صدرك. ندعو الآن معالي الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الفاو في الشرق الأوسط، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم جميعا، أسعد الله مساءكم معالي الوزيرة دكتور عامنا الضحاك ودكتور عبد الوهاب بن زايد وكل أصحاب المعالي وأصحاب السعادة رؤساء الوفود المشاركون في هذه المبادرة الجديرة بالاهتمام. دعت القمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية وكذلك الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة الفاو إلى ضرورة تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتحول النظم الغذائية والزراعية إلى نظم أكثر شمولية وكفاءة واستدامة من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل دون ترك أحد خلف الركب. تعد الواحات من النظم الأيكولوجية الفريدة التي تستضيف بعضاً من الفئات السكانية الأكثر هشاشة وضعفاً مع نسبة كبيرة من صغار المزارعين والرعاة، وتتسم هذه النظم وسكانها بالهشاشة وينبغي ألا تتخلف عن الركب. نحن نعلم جيداً أن منظومة المتحدة الأممية تدعو دائماً إلى الاهتمام الخاص بالدول محدودة الدخل الـ LDCs وكذلك الدول الدول الجزر الصغيرة seeds small island states. فإذا كان هذا الأمر ذو أهمية دولية فمن الأجدر اعتبار الواحات جزر محاطة ببحر أو بحار أو محيطات من الرمال، فهي المصد الحقيقي لضمان استدامة القدرة على الصمود في مواجهة هذه التغيرات وخصوصا الجفاف وتغيرات المناخ، حيث يمكن أن يتسبب تغير المناخ المترافق مع موجات الجفاف المتكررة وأحوال الطقس المتطرفة بالإضافة إلى التطور الديموغرافي والهجرة ولا سيما الهجرة هجرة الشباب في تقويض المرونة التي تكتسبها الواحات ويكتسبها سكان الواحات ونظم الأيكولوجية على مر القرون. تغطي الواحات ونظم الواحات حوالي 30% من الأراضي القاحلة الواقعة بين الصحراء الكبرى في أفريقيا ومنغوليا وفي آسيا، وتدعم ما يقرب من 150 مليون شخص، وتلعب هذه المجتمعات دورا في حماية ثقافة السكان الأصليين والحفاظ على المعرفة الممتدة لآلاف السنين بشأن هذه النظم. وتشكل الواحات جزءا من الأراضي الجافة التي تغطي حوالي 47% من مساحة اليابسة على الأرض، وهي موطن لحوالي 3 مليارات شخص يقيمون بشكل رئيسي في المناطق شبه القاحلة والمناطق شبه الرطبة. والأراضي الجافة هي موطن غني وفريد للتنوع البيولوجي وتوفر خدمات النظام الأيكولوجية الهامة. وتعتبر الواحات شعلة الحياة للمناطق القاحلة والصحراوية. على سبيل المثال في الصين، وعلى الرغم من أن الواحات لا تشغل سوى 5% من إجمالي مساحة المناطق القاحلة وشبه القاحلة، إلا أنها تأوي 95% من السكان ومن الثروة الاجتماعية لتلك المناطق. إن التأثير على التنوع البيولوجي مدعاة للقلق، فعلى الرغم من وجود مئات من أصناف نخيل التمر في شمال أفريقيا مثلا، إلا أن حوالي 10 أنواع منها فقط يتم تسويقه. وفيما يتعلق بالتنوع البيولوجي الحيواني، نلاحظ فقدان التنوع في السلالات الحيوانية. فيما يتعلق بالحياة البرية، تشكل الواحات بيئة مواتية لتنوع حيواني كبير بسبب تنوعها النباتي الكبير. وبالإضافة للتحديات المناخية والديموغرافية،
تعاني الواحات من فقدان التراث المهم، بما في ذلك المعرفة المحلية التي أصبحت مهددة بسبب الزيادة الديموغرافية والهجرة من الريف إلى المدينة، ونقص الحفاظ على البيئة والتدهور البيئي والتصحر والأحداث المناخية المتطرفة والنزاعات. ونحن نشيد بالإنجازات التي حققتها دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والتي جعلت التنمية المستدامة للواحات إحدى أولوياتها، وتقود المملكة المغربية هذه المبادرة في إطلاقها لمبادرة الواحات المستدامة خلال مؤتمر المناخ 22 في مراكش، والذي تتوالى الأحداث والمؤتمرات والتجمعات لإنشاء هذه الهيئة الدولية للدول المعنية بالواحات، والتي تؤيدها منظمة الأغذية والزراعة الفاو بشكل كبير. ومساهمة منها في جهود تطوير وإصلاح النظم الأيكولوجية للواحات ومناطقها ومجتمعاتها، ومن خلال آخر هيكلة قامت بها منظمة الفاو للمكاتب الإقليمية وشبه الإقليمية، تم الاتفاق والإقرار بإنشاء مركز تميز Center of Excellence إقليمي لتنمية أو للواحات المستدامة For Sustainable Oasis في المكتب شبه الإقليمي، والذي مقره في تونس ويمثل منطقة المغرب العربي، وذلك نظرا لأن هذا المكتب أيضا يرعى نشاطات منظمة الفاو في المغرب ودول شمال أفريقيا. ويتميز هذا المركز بأن يكون متوفرا من ناحية الخدمة وتبادل الخبرات وزيادة تعميق تعاون بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لكل دول الإقليم في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وتقدم منظمة الأغذية والزراعة الفاو المساعدة أيضا من خلال المشاريع، ولا سيما تلك التي يمولها مرفق البيئة العالمي الجيف، وهي الإدارة التكييفية ورصد نظم الواحات في المغرب العربي خصوصا في المغرب وموريتانيا وتونس، وأيضا تنشيط النظم الأيكولوجية الزراعية للواحات في منطقة درعا تافيلات في المغرب من خلال نهج الأراضي المستدامة والمتكاملة. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت منظمة الفاو برنامج نظم التراث الزراعي الذي ذات الأهمية العالمية، والذي أشارت إليه معالي الوزيرة، للمساهمة في الحفاظ على نظم الأغذية الزراعية الأكثر أهمية وهشاشة من خلال التقاليد الإنسانية الهامة التي تعطي الأولوية للاستدامة الحياة في أيكولوجية الواحات. وفي هذا السياق أدرجت المنظمة 7 واحات ضمن نظم التراث الزراعي العالمي ذات الأهمية العالمية في كل من الجزائر ومصر والمغرب وتونس ودولة الإمارات العربية المتحدة. في ختام كلمتي هذه، أود التأكيد على أنه من المهم لإنسانيتنا وطبيعتنا وتراثنا ورفاهيتنا أولا أن ندرك بأن الواحات تمثل نظما أيكولوجية فريدة تعكس المرونة والابتكارات في التكيف مع تغير المناخ. ثانيا، وأن نعترف بأن التهديدات الوشيكة لتغير المناخ والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية على مستقبل النظم الأيكولوجية للواحات والمجتمعات المحلية والتراث الذي لا يقدر بثمن الذي تمتلكه الواحات. ثالثا، أن ندعم الاستثمارات المسؤولة والنظم الغذائية المستدامة التي تتكيف مع النظم الأيكولوجية الهشة والفئات السكانية الضعيفة خصوصا في بيئة الواحات. رابعا، أن نرفع مستوى الوعي بأهمية النظم الأيكولوجية للواحات وهشاشتها لدفع العمل نحو رفاهية الفئات السكانية الضعيفة واستعادة النظم الأيكولوجية المتدهورة. خامسا، أن نضع سياسات تتكيف مع النظم الأيكولوجية الهشة مثل الواحات. وأخيرا، أن نعمل على تمكين التعاون فيما بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي وتبادل الابتكار والمعارف والخبرات. بهذا أود أن أؤكد مرة أخرى على دعم ووقوف منظمة الأغذية والزراعة الفاو لما لديها من خبرات، وأيضا تواصل مع مختلف مناطق العالم في توحيد هذه الجهود وتبادل الخبرات بين الدول لدعم المجتمعات الأكثر هشاشة والتي تقطن هذه الفئات الهشة في الواحات. متمنين لهذا الاجتماع التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الدكتور عبد الحكيم الواعر على هذه الكلمة الطيبة. ندعو الآن سعادة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب سايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي رئيس اللجنة المنظمة، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، معالي الدكتور محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات بالمملكة المغربية، معالي الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة، مدراء المنظمات الإقليمية والدولية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد نرحب بكم أجمل ترحيب على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وأتشرف أن ننقل لمعاليكم كل باسمه وصفته ومقامه تحيات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة، ونتمن حضوركم الاجتماع الوزاري رفيع المستوى من أجل تنمية وتطوير واحة نخيل التمر على امتداد الدول المنتجة للتمور. وعملاً بالرؤية الاستراتيجية لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي منذ تأسيسها عام 2007، دأبت الأمانة العامة للجائزة على تعزيز التعاون البناء مع كافة جهات الاختصاص في الدول المنتجة والمصنعة للتمور من أجل تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع وتصدير التمور على وجه الخصوص، حيث تحقق لحد الآن سلسلة من النجاحات المتواصلة بفضل التعاون المثمر مع فريق العمل بوزاراتكم ومنظماتكم الموقرة. أصحاب المعالي والسادة الكرام، الإخوة الحضور، إن الأمانة للجائزة تتمن ما تفضل به معالي الدكتور محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المملكة المغربية، وما قامت به وزارتهم الموقرة، حيث تعتبر المبادرة الدولية التي نحن بصددها اليوم الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات هي أحد أهم ثمار التعاون الإقليمي الذي بدأت به وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات منذ 8 سنوات. إن الأمانة العامة للجائزة انضمت إلى هذه المبادرة، حيث عرضت الأمانة العامة للجائزة هذه المبادرة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف للمناخ كوب 26 بغلاسكو عام 2021 ومؤتمر الأطراف للمناخ كوب 27 بشرم الشيخ عام 2023 ومؤتمر الأطراف للمناخ كوب 28 بدبي 2023. واليوم نجتمع لإظهار أهمية هيئة دولية مستقلة لدعم النظم الواحاتية في الدول التي تضم واحات لنخيل التمر والتي تتعرض لتأثيرات التغير المناخي، وذلك بالشراكة والتعاون مع كافة الوزارات الموقرة إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بهدف دعم وتفعيل التنمية المستدامة بالنظم الواحية وإدراجها في قلب الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وذلك لتحقيق التالي: أولاً، المحافظة على الإرث الفلاحي والبنك الجيني للتنوع الحيوي والإرث الثقافي للواحات. ثانياً، تمكين مجتمع الواحات في حرصه على صون التنوع البيولوجي للواحات وتعزيز أمنه الغذائي لمواجهة التغير المناخي. ثالثاً، المحافظة على التراث المادي واللامادي للواحات في مواجهة التغير المناخي. أصحاب المعالي والسعادة الكرام، الإخوة الحضور، إن مبادرة الواحات المستدامة التي تقدمت بها المملكة المغربية في مؤتمر الأطراف 22 بمدينة مراكش بالمملكة المغربية كوب 22 عام 2016 هي الأصل في هذه المبادرة، وننتهز هذه الفرصة لنعرب عن تقديرنا للجهود التي بذلتها وزارة الفلاحة المغربية ممثلة بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرقان، كما نقدر عاليا تعاونكم المثمر لتحقيق أهداف هذه المبادرة التي سوف يعود خيرها على جميع واحات نخيل التمر في الدول المنتجة للتمور من خلال إنشاء هذه الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات.
وبناء عليه نقترح نحن المجتمعون يوم 26 فبراير في قصر الإمارات بأبو ظبي أن يعلن على دعمنا لهذه المبادرة والتي سيتم التوقيع عليها إن شاء الله بالمملكة المغربية خلال ملتقى أرفود 2024 من خلال شهر سبتمبر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة رئيس اللجنة المنظمة على هذه الكلمة. وقبل أن نختم نود أن نعطي كلمة لسعادة الأستاذ تيكلاب مسينغا وكيل وزارة الزراعة في دولة أريتريا، فليتفضل مشكورا. Thank you, Chair. Her Excellency Dr. Amna Al-Shamsi, Minister of Climate Change and Environment, Your Highness and Honorable Ministers, Heads and Representatives of Regional Organizations, and Dr. Abdul Wahab, Secretary General, Khalifa International Award for Deep Palm and Agricultural Innovation, Distinguished Participants. As I said, please allow me to convey the greetings and apologies from His Excellency Mr. Arafai Nabare, Minister of Agriculture of the State of Eritrea, who could not participate in this event due to other national commitments. We are grateful to the Khalifa International Award for extending an invitation to Eritrea to take part in the Khalifa International Date Palm and Agricultural Innovation Winners Honoring Sonomori. Eritrea took the opportunity to sign an MAU with the and to do some work on date palm in connection with collaboration with Khalifa International Award. Through this opportunity, the MOA of the State of Eritrea intends to intensify this effort, scale up date palm production and processing. Taking this opportunity, the high-level delegation of Eritrea also acknowledged the participation in the two teams, the date palm weevil and also the OSI sustainable development. Date palm weevil is not present in the country in Eritrea, but we will try everything possible to prevent its introduction through the use of strong phytosanitary measures. In any case, Eritrea, nonetheless, Eritrea will participate with those countries which have this devastating insect to collaborate in its destruction and prevention as well. All this sustainable development are also relevant to Eritrea. Eritrea has a lot of desert areas, environment desert areas, and the sustainable development of oasis is also relevant in our country. So in future, we intend to collaborate with such an authority for the livelihoods of people who live in these places. So thank you so much for this opportunity. It's the first time that Eritrea has participated in such high-level meeting. Although we have had some relationship with the Khalifa International Award in some meetings in 2022, and we look forward really to participate and work hard with the Khalifa International Award and join the countries which are the large-scale date palm producers and processors countries. Thank you so much for the opportunity. شكرا سعادة الأستاذ تيكلاب مسينغا وكيل وزارة الزراعة في دولة إريتريا على هذه الكلمة. باسم الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، باسم اللجنة المنظمة للاجتماع الوزاري رفيع المستوى لوزراء الزراعة في الدول المنتجة للتمور، نشكر أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء الوزراء رؤساء الوفود وأصحاب السعادة
رؤساء ومدراء المنظمات الإقليمية والدولية على حضورهم هذين الاجتماعين، و يعني نقدر هذا الجهد المبذول من الجميع، على أن نلتقي بكم في يعني لقاءات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.